جزءاً من نسيج أفكارنا، أو ربما يكون الملهم الأول لقلم أدبي مليء بالشغف. ولهذا الهدف أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب نتائج جوائزها الأدبية لعام 2018 اللي راح تكون اليوم موضوع حديثنا الصباحي مع سلام فاضل مديرة المكتب الصحفي في الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا.